كان في رمضان احنا لعبنا واحنا صايمين، كان الساعه 4 العصر عشان ما فيش اضواء، اضواء في ملعب الجونه، اضواء كشف، اضواء كشفه. وفي نفس الوقت بقى فريق اورلاندو جاي فاطر طبعا، احنا بنلعب في رمضان، اللعيبه صايمه كلها، وبنلعب الساعه 4 وفي الجونه في شهر 7، كان صعب جدا. كان يعني المباراه دي كانت قاسيه جدا على اللعيبه، ودي خسرنا فيها 3-0. كانت تاني مباراه في دوري المجموعات. اللحظه دي شويه فعلا كانت يعني لحظه صعبه. قدامها مثلا في لحظه انا حصل لي برضو او بدات اشوف الكاس، بدات اشوف الكاس، كسبنا الزمالك 4-2 في خامس مباراه في دوري المجموعات. خامس مباراه في دوري المجموعات، لان احنا بعد المباراه اللي خسرنا 3 دي كسبنا اربع مباريات. طب خلينا ناخد تليفون ونرجع نكمل المشوار ده، مهم جدا. معانا على التليفون واحد من اسرع لعيبه مصر، فيراري مصر. مش عارف هتعرف تجيبه من الصوت ولا ايامين احنا. لا، ياسر ريان هو اكيد. يا كابتن ياسر مساء الفل. بخير يا كابتن احمد. اهلا وسهلا بيك، نورنا. عامل ايه؟ ربنا يخليك. سعداء دايما بسماع صوتك حبيبي. يا حبيبي يا كابتن ياسر، ازيك؟ انتوا كنتوا توكيل الخط الشمال يا كابتن ياسر. بتكلم انت معاك نجم النجوم فعلا، عصر الذهب والله. ومن ما فيش سيرد باك طبعا مشتقلان في الاجيال اللي موجوده، لكن انت بتتكلم على سيرد باك عصري يعني. في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، وازاي امتى يزيد وامتى يغطي في... لا لا، انت بتتكلم على والله مش انت ياسر، انت كنت لعيب جامد يا ياسر، انت كنت سريع وكان لنا الهجمه ياسر. انا زميل يعني، احنا زمايل بعض من منتخبات الناشئين. يعني لعبنا مع بعض منتخب قبل ما يجي النادي الاهلي، كان هو في نادي المنصوره، كان نجم في نادي المنصوره. وياسر لعب صغير، ياسر لعب 16 17 سنه، لعب في نادي المنصوره فريق اول، وبعد كده انتقل بقى للنادي الاهلي سنه موسم 92. جالنا بقى، بقينا مع بعض وكملنا بقى اهلي ومنتخب برضو مع بعض، منتخب اولمبي ومنتخب مصر، منتخب اولمبي ومنتخب مصر. وبعدين حتى الصدفه بقى، بعد ما انا احترفت في تركيا وهو راح السعودية، احترف برضه في السعودية، فرجعت انا على امبي وهو رجع على امبي. لعبنا مع بعض. لعبنا مع بعض في امبي برضه. ده حقيقة. مشوار عمر يعني يا كابتن ياسر. لا طبعا، انت من احسن الشخصيات ومن اجدع الشخصيات بصراحة. وهو لعيب حاجة، وسلوكيا وشخصية جميلة، ومن النوع اللي مع زمايله بيحبهم ويحبوه، يعني عارف انسان محبوب في وسطنا يعني. كابتن محمد يوسف يعني. وبره الملعب ايه يا كابتن ياسر؟ لا بقول لك، بره الملعب جميل جدا. هو بص، اي لعيب بره الملعب هو جوه الملعب. عمره ما يختلف. اي حد يقول لك ده بره زي... لا، السلوك ما حدش بيختلف عليها بره وجوه. لكن في ممكن يكون واحد متحمس ده في الملعب، وبره الملعب بيبقى طبيعته هاديه، دي طباع. لكن كابتن محمد يوسف بامانه، لا لو في الملعب كان اولا روحه عاليه جدا، حماسه عالي قوي، بيحب النادي الاهلي قوي قوي قوي، دي مش مجامله، انا شفتها وكنت بحسها في الملعب. ومن نوع لما احنا كنا نخسر ولا نتيجه سلبيه لينا في النادي الاهلي، كان بيبقى برضه من اللعيبه اللي هي الصغيره اللي لها دور كبير مع اللعيبه الكبيره، زي الكابتن شوبير، الكابتن حسام، الكابتن ابراهيم، اللعيبه الكبيره كلها كان محمد يوسف ليه وجهه نظر برضه، هو صغير وبتحترم يعني. ايوه، كنتوا متفاهمين بقى في الحته الشمال دي ولا كان في خلافات بينكم في الملعب؟ قوي. لا قوي قوي، ده هو يحكي لك ياسر من احسن الاطراف، يحكي لك على ماتش الاهلي والزمالك، من احسن الاطراف اللي تلعب ورا. وبعدين عنده كمان حاجه بقى، انه مثلا ايه، انا اوقات ابقى زيد يقوم هو راجع مكاني. في اوقات انا اقول له ياسر ما ترجعش خلاص، مثلا انا هقفل وراك وانت خليك قدام. لا، كنا متفاهمين جدا، لعبنا مع بعض منتخب. طارق مصطفى اهلي والزمالك، فاكره؟ احكي يا كابتن ياسر، هيحكيها لك هو. بيلعب هاف رايت، فمحمد يوسف بيقول لي، بقول لك ايه، اوعى ترجع ورا، زيد على طول ما ترجعش ورا، خليك قدام. فطارق مصطفى بقى محتار بيني وبين محمد يوسف، مين بيدافع؟ طب مين اللي بيهاجم؟ فاحنا كسبانين الماتش ده تقريبا 3-1. لقيته بيقول لنا يا جماعه انتوا عايزين، ما انتوا كسبتوا، ريحوا بقى نفسكم شويه. طارق مصطفى من كتر ما هو تعب، من كتر ما هو مش عارف مين اللي بيدافع ومين اللي بيهاجم، وهو طبعا في الطريقه بتاعتهم بقينا بنبدل، عليه. انا مره وياسر مره، انا فقال حرام عليكم بقى، اهدوا شويه انتوا الاثنين، اهدوا شويه انتوا الاثنين، كسبتوا عايزين ايه ثاني من يعني؟ طلع الفاظ طبعا خارجه عن ارادته، وكسبهم 3-1. طب خليك وانت معانا يا كابتن ياسر كده، احنا الحقيقه ويمكن ده كان سؤالي اللي جاي لكابتن محمد يوسف، وبيتهيألي انتوا الاثنين لعبتوا مع كابتن جوهري، احنا يمكن بكره بتحل
ذكرى كابتن جوهري، واحد من اكثر الناس اللي نجحت الحقيقه انها مش بس تحقق بصمه واكثر من بصمه مع الكره المصريه، لكن تعمل نقله الحقيقه للكره المصريه، بدايه طبعا من كاس العالم 90 وصولا لبطوله الامم 98 في بوركينا فاسو. طبعا الله يرحمه. انا وياسر عشنا مع كابتن جوهري كمان غير منتخب اول منتخب اولمبي، لان هو كان مشرف على المنتخب الاولمبي واحنا كنا بنستعد لاولمبياد برشلونه 92، فكان هو برضو بيشتغل معانا في المنتخب الاولمبي كمان، وفي المنتخب الاول كمان، المنتخب الاول طبعا بطوله الامم الافريقيه، وقبل كده قبلها تصفيات كاس العالم وتصفيات كاس امم، وبعد كده كاس القارات. خلي بالك الكابتن جوهري وليه عين، وخلي بالك وليه عين عين كده غير عيون المدربين الثاني. بمعنى اللي الكابتن جوهري لما يبقى مقتنع بمحمد يوسف، حتى لو محمد يوسف ما بيلعبش في النادي الاهلي اساسي، بس هو مقتنع بيه يبقى موجود معاه في المنتخب. صحيح. ليه عين في اللاعب الدولي، مش اي لعيب بيقول لك يبقى لعيب دولي، مش اي لعيب. صحيح. فكانت من مميزات برضه اللي بيمتاز بيها محمد يوسف، اللي انت بتتكلم على لعيب سيرد باك عصري، انا ما بشوفش حد زي محمد يوسف دلوقتي. والله ما بهرج، انا بتفرج على ماتشات اهو قدام، انا بتفرج على بعض المباريات في الدوري، هات لي لعيب نفس ستايل محمد يوسف. حبيبي هات لي لعيب بيطلع مثلا يعمل اوفر او يجيب جون او يعمل هجمه. احمد ياسر ريان يا كابتن. لا ده احمد مهاجم. انا عارف طبعا احمد فرود بالفراوده المحترمين، انا بهزر طبعا. انا عايز اشوف، ما هو في كان في اوقات ايام محمد يوسف كان فيه ابو الدهب، في سمير كمونه، في مشير حنف، لكن واحد زي محمد يوسف بالامكانيات بتاعته دي لا. يعني محمد يوسف انت بتتكلم على 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 سيرد باك، طبعا النادي الاهلي احنا برضه احنا ما فيش حد بيهاجمنا كتير، بس هو كان برضه مصدر قلق للفرق الثانيه. طبعا طبعا انا بيبقى مصدر قلق للفرقه اللي قدامك بتبقى مستقله. بشكرك يا كابتن ياسر، شكرا جزيلا على التواصل معنا، وتحياتي للكابتن احمد ياسر ريان، واحد من الحقيقه الفراوده الواعدين اللي ان شاء الله باذن الله يعني يكونوا اضافه للكره المصريه في الفتره اللي جايه. شكرا كابتن ياسر.